بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بتكلم لكم اليوم عن موضوع الستر. الستر شيء جميل والله، يستر على العبد. يا جمال الشخص اللي دائما يكرر اللهم استرني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. يمكن تلاحظون أنا أحيانا لما يضحك الله يستر عليك، أدع للشخص بأن الله يستر عليه، والله يستر يستر إلين ما لا نهاية. الله يسترك لكن لا تفضح نفسك أنت. بعضنا ربي يستره ثم يروح يجاهر بذنوبه، يجاهر بمعاصيه، فهذا شيء والله ما هو كويس وشيء يؤلم القلب. الله يستر علينا وعليكم جميعا. صلى الله وسلم. شباب السلام عليكم. أبشركم الوقف أوصل 85% الحمد لله، وبإذن الله إنه يتم الليلة أو بكرة بإذن الله 15% قادرين عليها. فتكفون تذكير في جلساتكم، تذكير للناس اللي تشوفنا، تكفون يا اخوان ترى باقي 15% والله نقدر عليها. 15% ترى سهله، عد الكثير ما بقل القليل. تكلم عن فقره عمر الحين. الان عندنا فقره بصاله مباشره عن التقنيه والسوشيال ميديا بشكل عام، فنبغى نحضرها كلنا مع بعض. طيب هذا خذ سديره رئيس البلديه مره واحده وخلاص. تفضل ابشر طال عمرك. باقي شيء؟ العصر العمل كوره. السلام عليكم شباب، ترى اليوم في فقره دراما. السلام عليكم شباب، ترى اليوم في كلام اليوم. غير غير.